الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج الواردة من قلب المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. اليوم أنا متواجد من كتارة، وزميلي عبد الله بيكون من درب الوسيل. عندنا أسئلة وجوبتها راح تكون عبارة عن جوائز مقدمة من البنك التجاري جنب المدفع الرمضاني يوميا من بداية رمضان وحتى المكمل لشهر الفضيل. لكن قبل ما أبدأ بأسئلتي بانتقل إلى زميلي عبد الله هلابي. عبد الله هلابي، مساك الله بالخير والكلمة عندك. مساك الله بالنور فيصل، وأكيد نمسي على المشاهدين في برنامجنا مثل ما عودناكم كل يوم طيلة أيام هذا الشهر الفضيل في برنامج الواردة. نرحب فيكم، وأكيد اليوم راح تكون عندنا جولة في درب الوسيل، وراح نسأل أسئلتنا المعتادة عن أحداث صارت خلال هذا الشهر الفضيل. أكيد لنا رجع إن شاء الله في درب الوسيل، ولكن خلنا نبدأ وياك فيصل ونشوف الأجواء اللي موجودة عندك في كتارة، وبعدها نرجع إن شاء الله درب الوسيل ونتكلم ونسأل ونشوف الأجواء اللي هنا. الله يعطيك الصحة والعافية عبد الله، وأكيد الكل من يشارك في هذا البرنامج برنامج الوردة راح يربح معنا هذه الجوائز المقدمة من البنك التجاري. أنت عندك ما شاء الله في درب الوسيل العديد من الفعاليات، منها شاشات، منها مدفع رمضان، وأيضا السيارات الكشخة والكلاسيكية. لكن أنا فعليا قدامي اللي هو الإطلالة الجميلة الخلابة على جزيرة اللؤلؤة وعلى مباني كتارة، بالإضافة إلى تواجد الجمهور دار ما دار المكان يحضرون هذه الفعالية، وفي نفس الوقت أنهم يشاركون في مسابقتنا. مشاهدينا الكرام، راح نبدأ احنا معاكم بأولى أسئلتنا من برنامج الواردة ونشوف من هو راح يكون ضيفنا الأول. السلام عليكم. السلام. يا مرحبا، تعرفني باسمك. عمر. عمر، عاشت أسامي عمر. كم عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة، يعني مفروض أن أنت اليوم صايم. 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 الحمد لله. الله يتقبل إن شاء الله. رحت المدرسة ولا لا؟ إيه رحت. متى إجازاتكم؟ يعني لسه في امتحانات نهائي بعدين الإجازات. وجاهز حق الامتحانات؟ الحمد لله. نفسياً وفكرياً؟ إيه. إن شاء الله. الله يوفقك يا رب. سؤالك يقول، جاهز السؤال ولا لا؟ نعم. بس بدون غش. صح. أكيد. يقولك سؤالك لهذا اليوم من برنامج الواردة: ما المكان الذي اتخذه الرسول الكريم مركزاً سرياً للدعوة في مكة المكرمة؟ هل هو دار الأرقم؟ ولا دار سعيد بن زيد؟ دار الأرقم. إيه دار الأرقم. يا ما المفروض إن ما تسمع من شو يسمونه، أنت شو تقول؟ ما سمعت على دار الأرقم. وين المايك سمعه؟ دار الأرقم. دار الأرقم؟ ثبت على دار الأرقم. دار الأرقم. متأكد؟ أيوة. دار الأرقم. أنت متأكد دارسها يعني؟ إيه. مع بعض. دار الأرقم. ما شاء الله، يعني الحين إذا اللي يفوز من بيأخذ الجائزة؟ نتقاسم. تتقاسمونها؟ أيوة. أكيد. ما بتتهاوشون بعدين. الله يعطيكم الصحة والعافية، ونقول لكم ألف مبروك، فزتوا معنا بجائزة مقدمة من البنك التجاري. شكرا. 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 الله يعطيكم الصحة والعافية. هو الموضوع ما فيه هو عبارة عن اختبار للذكاء، وفي نفس الوقت اللي هو أن تثقيف لنا ولكم على هذه المعلومات القيمة. السلام عليكم. يا مرحبا، تعرفينا باسمك؟ أم خالد. أم خالد، عشت أسامي أم خالد. جاهزة لسؤالك يا أم خالد لهذا اليوم؟ إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالك يقول: أسهل منا ما فيه، كم عدد الكلمات في آية الكرسي؟ هل هي 50 كلمة ولا 70 كلمة؟ إن شاء الله 70. غيريها. 50. غيريها. ثبت على 50؟ إن شاء الله. ثبت؟ أي. إن شاء الله. ونقول لك ألف مبروك، فزتي معنا بجائزة مقدمة من البنك التجاري، تستاهلين. الله يحفظك إن شاء الله. يعني أرجع وأكرر، يعني الموضوع جدا بسيط مشاهدين الكرام، كل عليكم أنكم تكونوا متواجدين يا في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة ولا في درب الوسيل، وتشاركون معنا، وإن شاء الله بإذن الله الكل فايز في هذا في هذه المشاركة. معنا أيضا أحد المشاركين، تعرفنا باسمك؟ هشام. هشام، عاشت أسامي يا هشام. أول مرة تجي صمم مدفع ولا لا؟ يعني لا، مش أول مرة، ثالث مرة يمكن. وأنت مقيم ولا زائر؟
لا مقيم هنا. مقيم يعني ما شاء الله، يعني حضرت الأعوام اللي فاتت في الدوحة كرمضان؟ حضرت، نعم حضرت الأعوام اللي فاتت. نعم. وشون تشوف الأجواء؟ والله جميلة، روعة، أجواء روعة في كل حتة والله، في كل مكان، سواء هنا سواء في هشام. قل لي، جاهز لسؤالك ولا لا؟ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. سؤالك يقول: من هو أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو العباس بن عبد المطلب ولا الحارث بن عبد المطلب؟ هل هو الحارث بن عبد المطلب ولا العباس بن عبد المطلب؟ الحارث بن عبد المطلب. ثبت على الحارث؟ ثبت إن شاء الله. يعني مبين شوي متردد يعني. يعني أنا أقول لك خير ما اخترت من إجابة، إنزين، لكن ثبت ولا لا؟ إن شاء الله. ونقول لك ألف مبروك، فزت معنا بجائزة مقدمة من البنك التجاري، تستاهل، الله يعطيك الصحة والعافية وكل عام وأنت بخير. عندنا ما شاء الله الكبار. أمس كان فريق الصغار في لوسيل ما شاء الله متصدرين الساحة، لكن اليوم إحنا بنشوف أحد الأشخاص من الجهة أو من الكبار معنا. صح، تعرفنا باسمك حبيبي؟ يا مرحب، محمود، أخوك محمود. عاشت أسامي يا محمود، كل عام أنت بخير. هذه العيارك؟ أسلمي بخير، هذول عيالي. شو اسمك؟ كارما. كارما. ملك. ملك. ريماس. ريمان. وهذه الحلوة؟ المياسة. وأنت شو اسمك؟ المياسة. الله يحفظهم يا رب. أول مرة تجي صوب المدفع؟ رابع مرة. رابع مرة ما شاء الله. رحت على الأماكن الثانية ولا بس كتار؟ لا، على طول أجي كتار. ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية ويوفقك إن شاء الله. جاهز لسؤالك يا محمود؟ إن شاء الله. سؤالك يقول: ما هي الألوان التي ذكرت في سورة البقرة؟ هل هو الأحمر، الأبيض، الأسود، ولا الأحمر والأخضر والأزرق؟ أسمح لك إذا في حد بيساعدك، أسمح لك. الأحمر، الأصفر والأبيض والأسود، ولا الأحمر والأخضر؟ الأصفر، أصفر والأبيض والأسود. أصفر وأبيض والأسود. أثبت عليها إن شاء الله. شو تقولين أنت؟ صح. وش الصح؟ شنو الألوان؟ الأصفر، أصفر وأبيض وأسود. أصفر وأسود وأبيض. ونقول لك ألف مبروك، فزت معنا بجائزة مقدمة من البنك التجاري، تستاهل، كل عام وأنت بألف خير، الله يطول لي بعمرك يا رب. أسئلتنا من كتار مشاهدينا الكرام خلصت، لكن مستمرة في لوسيل، درب لوسيل بالتحديد، مع زميلي عبد الله هلابي. عبد الله هلابي، الكلمة والأسئلة وياك، تفضل. شكرا لك فيصل، وأكيد رحب بالمشاهدين ومستكملين معاكم برنامج الواردة مثل ما عودناكم. أسئلة منوعة صارت خلال هذا الشهر الفضيل، وأحداث صارت خلال هذا الشهر الفضيل راح نسألها الموجودين معنا. وإحنا موجودين في الدرب لوسيل، وعندنا مثل ما تشوفون هذا هو المدفع. خلينا نشوف المدفع مع بعض. المدفع هذا مشاهدينا الكرام دائما وكل يوم نشوف فيه أعداد كبيرة، ونشوف فيه الأهالي، ونشوف فيه الكل موجود على أساس إنه يشوف المدفع في هذا الوقت. وأيضا يعني إحنا خلونا بنمشي بناخذ هني، تعال هني. شو اسمك؟ شيخة. كم عمرك يا شيخة؟ كم عمرك؟ ثمانية. شيخة صايمة اليوم ولا لا؟ صايمة؟ أكيد؟ لا. أمس لا، last week كنت صايمة، اليوم فطرة. زين، تعال تعال. شو اسمك؟ حمد. حمد، كم عمرك يا حمد؟ خمسة. خمسة. حمد صايم اليوم ولا لا؟ لا. شنو؟ حمد ما صام ولا مرة. ليش يا حمد؟ بس انه كل مرة المدرسة افكر. بتفكر في المدرسة تصوم ولا لا؟ لا. انا ابي اكل. تبي تاكل. صمت في المدرسة. زين، الحين بسألكم سؤال، زين؟ وابيكم تجاوبون على السؤال، جاهزين؟ السؤال يقول، يمكن سؤال طويل شوي بس يعني بساعدكم، أنا بساعدكم، زين؟ سؤال يقول: من هو الصحابي والقائد العسكري الذي فتح الشام وكنيته سيف الله المسلول؟ بعطيك اختيارات، زين؟ هل هو خالد بن الوليد ولا بلال بن رباح؟ رضي الله عنهم. خالد الوليد. يا سلام، وانت شو تقول، خالد بن الوليد ولا بلال بن رباح؟ لا، مو بنصوم، قول خالد الوليد.
حاضر. يا سلام عليكم، إجابة صحيحة، وهذه هدية مقدمة من البنك التجاري، روح هناك عشان تستلمون هداياكم. يلا أكيد أكيد بنجيكم كلكم، بس خلنا ناخذ معاكم جولة ونلف معاكم في المكان الموجود هنا. حياك، واقف بروحك أشوفك. سلام عليكم. السلام ورحمة. شخبارك؟ الله يسلمك، شخبارك؟ عرفنا عن نفسك. والله اسمي عبد الله. عبد الله، عبد الله قل لنا شلون تشوف اجواء رمضان وشلون تشوف الوضع هنا في درب الوسيل؟ والله اجواء حلوه الصراحه، وتغير جو هنا في درب الوسيل، سيارات كلاسيكيه نشوفها نصورها. حلو، زين انا بسالك سؤال واتمنى يعني انك تجاوب على السؤال على طول، جاهز؟ السؤال يقول ما الجبلان الذي ورد اسمهما في القران الكريم في ايه واحده؟ بعطيك اختيارات، هل هو الصفا والمروة ولا أحد والنور؟ الصفا والمروة. تأكد؟ إن شاء الله. يعني بثقة جواب؟ إن شاء الله. أكيد، وإجابتك صحيحة يا أبو عابد، وهذه هدية مقدمة من البنك التجاري، شكرا لك، يعطيك العافية. وخلنا نكمل معاكم بعد. زين تعال، أنت تعالي، شو اسمك؟ تليلة خالد. ها؟ تليلة خالد. شريفة؟ تليلة خالد. تليلة، ما شاء الله اسمك حلو، شنو يعني تليلة؟ تعرفين ولا لا؟ توتو. شنو؟ زين شو اسمك انت؟ عائشة خالد. عائشة، وانت شو اسمك؟ جواهر حمد. ها؟ جواهر حمد. جواهر، زين قولوا لي شنو الأشياء اللي تحبون تسوونها في رمضان؟ نصوم، نصلي. تصومون وتصلون، وشنو بعد؟ نقرأ قرآن. تقرأ قرآن، انزين منو فيكم صايمة اليوم؟ انت سانتوب، فطرتي على سانتوب؟ زين ما عليه ما عليه، بس صمتي كم يوم صمتي الحين؟ يومين. يومين، حلو. الواحد يعني في رمضان ما يصوم، يعني اللي ما يقدر يصوم لين العصر، يصوم لين يعني يصوم شوي زياده، صح؟ زين يلا بسالكم سؤال وبيكم تجاوبون على السؤال، جاهزين؟ بس عاد شلون بتقسمون الهديه بينكم؟ تعطين امك هي تقسم، صح؟ زين السؤال يقول من هو القائد الذي جمع شمل المسلمين في الأندلس وقضى على التفرقة بين ملوك الطوائف؟ هل هو يوسف بن تاشفين ولا عبد الرحمن الداخل؟ عبد الرحمن الداخل. لا، يوسف بن تاشفين، عشان الوقت. وإجابة صحيحة، يعطيكم العافية. وخل نروح معاكم نشوف آخر متسابق معانا اليوم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. عشان الوقت احنا راح نسألك السؤال على طول، بس تعرفنا عن نفسك. محمد موسى النجار. شو اسمك؟ حمزة محمد. شو اسمك؟ موسى محمد. يا سلام، زين يلا بسألكم سؤال. دولة إسلامية ظهرت خلال القرن الخامس والسادس الهجري في منطقة المغرب الإسلامي، هي دولة الحفصيين ولا دولة المرابطين؟ في خيارات. هذه الاختيارات، المرابطين ولا المرابطين؟ المرابطين. متأكد؟ نعم إن شاء الله. إن شاء الله، وإجابتك صحيحة، يعطيك العافية، وهذه هدية مقدمة بنك التجاري، يعطيك العافية. احنا راح نسوي، تعالوا عندي كلكم 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 كلكم، شوفوا الكاميرا، احنا باقي عندنا نص دقيقة، وانتم كلكم الحين طالعين في التلفزيون، ابيكم كلكم بصوت عالي تقولون شو تقولون؟ شو يقولون؟ يلا قولوا مبارك عليكم الشهر بصوت عالي. مبارك عليكم الشهر. وصلنا لختام حلقتنا اليوم برنامج الواردة، شوفكم إن شاء الله على خير بكرة في حلقة جديدة الساعة 5:30 إن شاء الله، شوفكم على خير ومع السلامة.